أهلا بكم جميعا. الفيديو ده مش هيبقى انجلش، هو هيبقى عن حاجة حصلت مؤخرا من الواتساب. الواتساب ما بقاش supported أو مدعم على كتير جدا من الموبايلات، وخصوصا القديمة أو اللي بقالها مثلا 5 سنين. فالواتساب دلوقتي ابتدى كل شوية يتشال من موبايل معين. فالفيديو ده عشان نحل المشكلة دي. طبعا ده موبايلي مايكروسوفت 640 اكس ال، ده موبايلي مايكروسوفت 640. جات رسالة عليه بيقول لي ان الواتساب is not longer supported on this device، واي موبايل older than this device برضو الواتساب مش هيشتغل عليه. فانا حبيت اعمل لايف فيديو ده عشان كل واحد بيكلمني واتساب، فمش هعرف اكلمك واتساب بالموبايل اللي معايا حاليا، ولكن في حل بديل لده. الحل البديل هو ان انا هكلمك واتساب بس عن طريق الكمبيوتر، تمام، باستخدام ايميوليتر. ايميوليتر ده عبارة عن حاجة اكنك معاك موبايل اندرويد على الكمبيوتر بتاعك. يعني انت لو مش بتستخدم الموبايل الاندرويد بتاعك بره البيت مثلا، مش بترسل رسائل واتس بره البيت او بتستخدمه بس في البيت بس، فممكن تكلم اصحابك كلهم عن طريق الايميوليتر اللي اسمه ناكس. طبعا انا جربت ايميوليترز كتيره، جربت بلو ستاكس. مشكله بلو ستاكس ان هو كل شويه يقعد يحمل اعلانات كتيره بشكل مستفز، وبرده تيجي تحمل مثلا تطبيق او تحمل اي حاجه تلاقيه عامل لك اوتوماتيكلي بتلقائيه كده عشوائي، راح محمل لك حاجه تطبيق ويملى لك الهارد ديسك بتاعك اللي بتحمل فيه المكان بتاع الايميليتور. فالبلو ستاكس مش بفضله. في برنامج تاني اسمه كو بلاير، انا ممكن اكتب الحاجات دي تحت، او راح بلو ستاكس. اوكي، التاني اسمه كو بلاير، ده برضه انا استخدمته لحد ما كويس. كو بلاير مش وحش، بس احسن واحد حاليا جبته لكم هو اسمه ناكس. اوكي، ناكس ده انا لسه لعب عليه ببجي امبارح كتجربه. يعني انا الكارد جرافيك بتاعي تقريبا 1 جيجا، العقل الجهاز انتل كور اي 5، تمام، رامات 8 جيجا، ويندوز 7 64 بت. فالحد ما لا، لعبه ببجي كانت كويسه، احسن يمكن من موبايل اللي هو نوت 4، تمام. طبعا العقل بتاع الجهاز اكيد اكبر من العقل بتاع الموبايل. فالواتساب مش هيشتغل على الموبايلات القديمة، ومنها مثلا 2 بوينت اندرويد 2.3 3 or later، اقل من كده 2.3 and 3. كل الموبايلات اللي هي اندرويد 2.3 بعد كده مش هتبقى متاحة. هو بيقول دلوقتي الواتساب بيقول important، خلي بالك for Android version 2.37 أو أقدم من كده، يعني 2.376 2.375 إلى آخره، مش هيقدروا يستخدموا الواتساب بعد فبراير 1 فبراير 2020. فأنا ملاحظه إن كل شوية الواتساب بيقلل الدعم. هو طبعا السبب إن الواتساب مش قادر يدعم كل أنواع الأوبريتنج سيستم، او ممكن يكون سبب اخر ان هو عايز الناس تجدد موبايلاتها لاخر اصدار، لان طبعا اكنها زي اللعبه بالظبط. انت لو عندك لعبه مثلا زي بيس 2011 او اي بيس، تمام، كل ما انت نزلت مثلا بيس 2020 او بيس 2019 لو كانت نزلت، يعني 2020، المهم يعني الفكره، يعني كل ما بتنزل لعبه جديده كل ما بتحتاج امكانيات معالجه أقوى. كل ما الجرافيكس يزيد في اللعبة كل ما تحتاج كارد جرافيكس وتحتاج رامات وتحتاج بروسيسور عالي في الجهاز بتاعك، تمام. فهم عندهم داتا كبيرة جدا، عندهم سنتر داتا كبير جدا، وإن هم يدعموا موبايلات رهيبة جدا في العالم، ممكن تكون تكاد تكون ملايين الموبايلات أو مليارات الموبايلات. كل موبايل بيبعت رسالة وستيب رسالة في ثواني، كل ده محتاج دعم
لكل انواع الموبايلات. فالحل انك تستخدم ايميليتور لو انت زي انا، مش من النوع اللي هو اتكلم كتير على واتس، فبستخدمه في البيت يعني معظم الاوقات. فانت الناس كلها اللي هي ضايفين على الواتس، لو انا بره البيت مش هعرف اكلمك واتس حاليا في الفتره المؤقته دي، الى حين بقى لما اجيب موبايل تاني يبقى اندرويد عالي. لكن في الفتره الحاليه اللي انا موجود فيها 3 شهور دي، هبقى متاح ان انا اوكي استخدم الواتس بس هكلمك من اللابتوب بتاعي. اوكي، فالناس ما تستغربش مثلا تيجي تكلمني في وقت ما انا بره مثلا فمش موجود او ما بردش على الواتس، فده عشان الموبايل بتاعي لا يدعم الواتس حاليا، لسه جت الرسالة. فالحل زي ما قلنا نستخدم ايميليتور. اوكي، نستخدم ايميليتور زي نوكس، ده حلو جدا، كويس جدا في الالعاب، وكويس جدا في اي تطبيق عايز تنزله بقى. يعني اي تطبيق انت مثلا سي ليتس سي انت ايفون، او ليتس سي انت مثلا ويندوز فون، او اي اوبريتنج سيستم مش زي الاندرويد، وعايز تنزل اندرويد سيستم على جهازك، تستخدم الالعاب براحتك، تلعب الالعاب براحتك، كل ده بيتطلب ان جهازك يبقى امكانياته كويسه علشان يستحمل كميه معالجه الداتا اللي هتحصل للالعاب اللي هتنزل على جهازك. يعني انت لو جبت ايميوليتور وعندك رامات ضعيفه وعندك كارت شاشه ضعيف وعندك بروسيسور ضعيف قليل، فانت كده مش هتستفاد بالايميليتور، وهتحس انه كل شويه بيهنج ما بيأديش اداء كويس. فالافضل هو انك تستخدم ايميليتور على جهاز امكانياته كويسه، لابتوب امكانياته كويسه، يعني على الاقل مثلا ليتس سي على جهاز مثلا 2.5 جيجا هرتز او 3 جيجا هرتز، سرعه الكلوك بتاعته عاليه، الرامات ما تقلش عن 8 جيجا لو انت بتستخدم ويندوز 7 64 بت. اما لو بتستخدم ويندوز 7 32 بت ممكن 4 جيجا يشغلوا الايميليتور. يعني كارت الشاشه، لو في كارت شاشه على الاقل 1 جيجا، ممكن في كارت شاشه بيلتي ان داخل البورده بتاعتك، وفي كارت شاشه خارجي. طبعا لو جبت كارت شاشه خارجي هيفيد جدا جدا جدا، ولو بلت ان هيبقى الاداء مرضي او معقول. بس فدي اللي انا حبيت اقوله في الفيديو ده. جربوا برنامج ايميليتور ده جديد، واتمنى الفيديو ده يكون فاتكم ان شاء الله. شكرا يا انكل حبيب. So if WhatsApp doesn't work on your mobile devices and you want to use WhatsApp on your computer, use Bignox. Bignox emulator is very efficient and it help you to use the apps, the Android apps on your mobile phone through a computer. شوفكم إن شاء الله فيديو جديد، و باي باي.